أقوم وأركب النساء. جاء فتيان بني هاشم أركب النساء على هوادجهن. الحسين تفقد الهوادج وإذا به رأى هودجا خاليا. جاء علي الأكبر إلى تلك المرأة: قومي قومي قومي. عرفت هلولا؟ قومي عم زينب أنا أركبك على الناقة. قلت لا ولدي أنت إلى أمك. القاسم قلت بارك الله فيك أنت إلى أمك. زينب من تنتظرين؟ قالت انتظر الا ابويا خلى ايدي بايد ابو فاضل. نزل عباس قال لها لبيك يا زينب انا موجود يا زينب. نزل عباس للحورة يناديها بدمع ساجد يقل لها يا محزونة ويا عزيزة بني هاشم. أمباك تتأمل بالكلمات شوف هي توصف لك المصيبة. يا اختي بالعجل قومي أخوك على السفر عازم. لما سمعت جوابا نادت بالهضم والويل: ابو فاضل انا وين اركب هوادج مو متعوده. صاحت بيه: يا عباس هاس يا فخري ويا ذخري تدري بي ابو فاضل عزيزة وتدري بخدري. ايش قال لها ابو فاضل؟ قال لها بالعجل قومي واللي يجيك في صدري. انا عدل محملك بيدي وانا لك يا مصونك في طلعت والوي رفرف يا شيع قبال محملها وبيدينا ابو فاضل ركبها وقال لها اجموع القوم يا زينب لمزقها وفللها وادع دمومهم يا اختي على حر الصعيد السيل. ومشت القافله واذا عيون على هودج زينب خايف ما يميل يمين ولا شمال. ساق الظعن ابو السجاد وكل ساعة نزل عباس يعدل ما أحمل الحورة خايف ينظرون الناس ما أدريش حالها ومن شاف تاج الثوب ليرة. لكن قبل ما تمشي القافلة وقبل ما سير وإذا طفلة طفلة الله إذا شفت يتيمة تسأل عن أبوها خذ بخاطرها. وإذا طفلة طلعت من الدار تمشي وتعسر إلى أن وصلت وين؟ إلى أبيها الحسين. عارفها لولا هذه فاطمة العليلة قلت لأبا يهون عليك أن تتركني لوحدي. قال لها بني أنت مو مكتوبة من المسبيات. قالت عجل عندي طلب أبا عبد الله. شنو الطلب؟ قامت تتخطى الهوادج حتى وصلت إلى هودج أمها الرباب. قالت لها يما اتقلها يما يا يما دخلوها الطفل عندي يا هم. يما خلي عبد الله سلوى عني لما أشوف أتذكر ريحة أمي وريحة أبويا يا يما.
دخلوا هالطفل عندي يا همها يا بلجي بشوفته تفتر الوم تقول له والله فراقكم يا اهلي المحنة يهيج لوعتي وعم علي والله لما نعاين لها وشافها حسين حسين تبكي وعض عين الدير بالعين بكي وقلها يا بنتي ليش تبكي هي نخبرك لا وصلنا الغابرين قلت لأبا يعني راجع انت ترجع ابويا وإذا هذه الطفلة تنتظر الليالي والأيام متى يرجع الحسين حتى جاء ذلك اليوم الذي نزل فيه بشر وهو ينادي يا أهل يثرب ما الخبر يا شيخ شاف طفلة واقفة على الباب ما الخبر يا شيخ من أنت قلت له أنا فاطمة العليلة بنت الحسين شلون يخبرها قال لها بنيا لقد رجع ركب الحسين لكن ما دخل في تفاصيل وبنت تنتظر أبوها دخلت فاطمة العليلة كنست دار أخ أبيها الحسين نفضت الغبار من على فراشه ثم توجهت إلى دار أمها الرباب وأول ما وقع بصرها على مهد أخوها عبد الله نصبت الماء ووقفت على الباب من الداخل وإذا الباب تطرق نادت مرحبا بك حبيبي يا حسين فتحت الباب وإذا ترى امرأة مهيضة الجناح منحولة الجيس شاب شعرها قالت لها أنت عمتي زينب الهاشمية قالت لا أنا زينب المسبية عم وين أبويا محتاج أشوف شوية أبويا وين أبويا يا عم بيد البيت حرم امتوني ومن البيت عمية عيوني قلت لها يما عجل وين أبو فاضل عنك قلت لها لا تسألين يا يما تقلها دافحهم بدي يضربوني ودافحهم بدي آه يا زينة اي والله يضربوني ودافحهم بدي بدي انا منين جتني الغاضرية انت زينب ليش غيرش الزمان هواية بعيوني احس متغيرة الها الكثر يم الخدر مشحونة شاب الصار لك ابدا فلا صار المرة قالت لي يا محمد شعدد لك بس مصيبة بيت الدعاء قالت يا محمد والله وش أعدد إلك قالت يا محمد شعدد من مصاب شعدد يا محمد عد يزيد قام يسب أمي وشتم حيله